هنعمل صوص الباربيكيو وهنقدمه مع صدور فراخ مشوية. دي صدور فراخ مشوية نقطة زيت ملح وفلفل فقط لا غير، بعد ما اتغسلت كويس جدا طبعا. عشان نعمل الصوص محتاجين زيت زيتون، نشا، بصل مبشور ناعم جدا، توم بودرة، بابريكا مدخنة، مستردة بودرة، صلصة طماطم، وسترشاير صوص، سكر بني، طماطم معلبة ومسلوقة ومتقشرة، مية باردة، خل تفاح، والصدور بتاعة التقديم. اللي عايزة أقوله لكم كل الحاجات، البودرة هتتجاب من عند العطار وفيما عدا ذلك كله من السوبر ماركت. الطماطم لو ما لقيتوش العلب دي أو مش عايزين تستخدموا العلب، ممكن تجيبوا الطماطم وتدوها كروس كده بالسكينة من ظهرها، تنزلوها في مية سخنة لمدة دقيقتين، تطلعوها تقشروها وترجعوا تاني تردوا الطماطم على نار هادية، هتعمل لكم نفس النتيجة دي. ده صوص الباربيكيو. نقول بسم الله. ونبدأ على النار نحط الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط ملح وفلفل، ننزل عليهم البصل المفروم ناعم، عايزاه يبقى شفاف، يعني عايزاه ما ياخدش لون اصفر ولا ذهبي ولا بني ولا اي حاجه خالص. انا يا دوبك عايزاه يستوي ويتحول للون الشفاف، وده هيحصل بسرعه جدا لان احنا بشرينه اصلا ناعم قوي. ناخد عليه بقى باقي التوابل، البابريكا، الثوم، المستردة، ونرجع تاني نقلب كله مع بعضه كده، وندخل كله في بعضه علشان مش عايزة تكتلات، يعني مش عايزة قطعة واخدة شوية بابريكا زيادة وقطعة واخدة شوية مستردة زيادة، لا انا عايزة كل. بصوا انتوا لو لاحظتوا تحت ايدي على الاسباتيلا هتحسوا ان بصوا البصل بدأ يبقى عامل ازاي زي المعجون. ليه؟ لان احنا طرناه لكن ما حمرناهوش، وكمان لانه مبشور ناعم جدا. لما اوصل للمرحلة دي ابتدي بقى اضيف السكر البني، وهاخد السوائل مع النشا بره اخلطهم مع بعض. ادي النشا معاه الميه في درجه حراره الغرفه، معاه الوسترشاير صوص، معاهم الخل، دول بره كده على البارد مع بعض، ونقوم مدينهم ايه تقليبه كده علشان النشا ما يتكتلش تحت يتجمد. انتوا عارفين بيعمل كده ايه، بيلزق في القعر كده، احنا مش عايزين كده خالص ومش عايزين منه اي تكتلات، فلازم المزيج ده يكون في درجه حراره الغرفه واحنا بنخلطه بالنشا اهو. ونتأكد، بص أنا يعني بفضل كده لحد ما أحس إن تحت الويسك مفيش أي تكتل أو مفيش أي نشا لازق في قعر الإيه؟ البولة. وصلنا للنتيجة دي، نقوم واخدين بقى هنا السكر مع الصلصة. خلوا بالكم إن كل الصوصات اللي إحنا هنعملها مفيهاش مواد حافظة، فبتتشال في التلاجة ما بتتشالش في الدولاب زي الصوصات اللي احنا بنجيبها جاهزه من السوبر ماركت. وهنزل عليهم بالطماطم الفريش اللي احنا اخدناها سلقه خفيفه او بلانشيه كده خفيف جدا، وقشرناها ونزلت منها الميه بتاعتها او الصوص بتاعها طبيعي كده على النار من غير برضو ما نسبكها قوي. احنا هنا مش عايزين طعم تسبيكه، احنا عايزين بالعكس طعم الطماطم الفريش مع طعم البابريكا المدخنة عشان ناخد طعم الايه الباربيكيو صوص المظبوط. كده احنا فاضل لنا بس ننزل الخليط بتاع النشا، هنزله
هقلب وهيبقى الصوص عندي جاهز. طيب في ناس بتحبه في قطع كده من الطماطم ومن البصل، وفي ناس بتحبه زي اللي بنجيبه من السوق يعني ناعم خالص. لو انتوا عايزينه ناعم خالص هتضربوه ضربة في الخلاط او في الكبة هيطلع معاكم ناعم جدا زي بتاع السوق بالظبط. انا طبعا بحب زي ما انتوا عارفين احس برضو بقطع الخضار فيه، وبحس ان هو كده بيتي وفريش اكتر. ده يعني اختيار شخصي ومش هيفرق حاجة خالص لا في الطريقة ولا في المقادير. نديله بس كده ايه تقليب مستمر، لاني عايزة النشا يستوي ومش عايزاه في نفس الوقت يتلسع من تحت. نفضل بقى كده نقلب لحد ما الصوص ده يمتزج مع بعضه، واحس ان النشا بتاعتي ربطت الصوص مع بعضه وكمان استوت. يعني احنا هنا ما كلفناش حاجه خالص، ده طماطمتين ما يجوش ربع كيلو طماطم وبصلايه واحده كبيره وبقيه الحاجات كلها من البيت، وعملنا صوص. بصوا كميته عامله ازاي، وتقدروا كمان لو انتم مخففينه، انا عاملاه تقيل جدا علشان احس كده بطعمه واحس انه بيتي، لكن ده لو اتضرب بشويه ميه في الخلاط هيعمل لكم قد ده مرتين كمان. هنحط كده الفراخ، ننزل معاها شويه من الصوص، ونحط الباقي طبعا على جنب في سوسيره، او انتوا بقى اذا حابين ان انتوا هتشيلوه في برطمانات معقمه تخزنوه علشان لما ترجعوا بعد كده تحتاجوه تلاقوه، بس مش في الدولاب يا جماعه، والا هيعفن منكم لانه ما فيهوش مواد حافظه، فخلوا بالكم.